السلام عليكم. عملة شيبا إينو عملة معروفة جدا بعملات الميم، وحققت ارتفاع لآخر لمسة للترند بنسبة 40%. رجعنا لمسنا الترند مرة تانية وأقفلنا شمعة يوم على الترند. نقطة إيجابية بالعملة وخبر مهم جدا صدر للعملة اليوم. أما باش فيديو أصدقائي، بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية، ولا تنسى انضم لقناتنا على تليجرام، الرابط راح تلاقيه موجود أسفل الفيديو. خليكم معنا أصدقائي لبعد الأنترو. طبعا أصدقائي، منصة باينانس يو سي أو باينانس الأمريكية تمت إضافة عملة شيبا إينو، أو قامت بإضافة عملة شيبا إينو. طبعا عملة شيبا إينو مدروجة بأكثر من منصة لتداول العملات المشفرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أهمهم كوين بيس ومنصة روبن هود، واليوم تم إضافتها على منصة باينانس. العملة بعد الخبر ما عملت ارتفاع كبير، لكن الشيء النقطة الإيجابية بالعملة أنه نحن أقفلنا شمعة يوم أعلى الترند الصاعد اللي لمسناه أكثر من مرة وارتدينا أكثر من مرة. المرة الأخيرة اللي صار فيه لمس لهذا الترند ارتفعت العملة بنسبة 40%، وحاليا عم ننتظر موجة صعود للعملة بنسبة كمان 40%، وممكن تصير عندي كسر للقمة بسعر 0.4016. هاي أهدافي للعملة، لكن طبعا بحتاج استقرار للبيتكوين وارتفاع أعلى المناطق السابقة. عندي هدف للبيتكوين بما أنه نحن حافظنا على دعم 22500، عندي هدف كسر الموفيك ابرج 200 اللي احنا حاليا متواجدين عنده، وهي عند منطقه 23200 الى مناطق 23400. هاي المناطق لازم نقوم بكسرها واقفال شمعة 4 ساعات على هاي المقاومه، ونرجع نرتد مره ثانيه لمناطق ال 25000 دولار ونكسر هاي المقاومه لنشكل مناطق ال 28 و30000 دولار. بمجرد ما يصير عندي ارتفاع بالبيتكوين راح نشوف ارتفاع كمان بعمله شيبا اينو. هذا امر مهم لازم ننتبه عليه، انه عندي ارتداد على فريم اليوم، وعندي دعم قوي، حافظنا على الدعم واحترمنا الدعم حتى نرجع نتوجه وننطلق لقمم جديده لعمله شيبا اينو. عمله شيبا اينو اصدقائي عمله مهمه جدا من عملات الميم، لاني اكثر حيتان الاثريوم موجودين بعمله شيبا اينو. بالفتره السابقه الحيتان جمعوا قطع كبيره جدا من هاي العمله. الحوت لما بيشتري من عمله شيبا اينو وبيخزنها على محافظ مجمدة او محافظ لا مركزية، هذا بيعني انه ممكن يصير عندي انطلاقة للعملة. لو تم نقل القطع الى المنصات فمعناتها انه القطع راح يتم بيعها، لكن تم الشراء من داخل المنصات ونقل الى محافظ خارجية. عندما يتم نقل القطع مرة تانية الى المنصات فراح نتوقع دمب كبير للعملة، لكن حاليا بما انه الحوت اشترى ونقل قطعه فبالتأكيد راح يصير حركة سعرية قوية الى الاعلى. الحوت ما بيشتري عن عبث، بينتظر دخول بعملات وبيستهدف مناطق قمم جديدة للعملة. أصدقائي، نكون وصلنا للفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة ودمتم بخير.